أعزائي طلبة طلبات الصف السادس، أهلا وسهلا بكم في الإسكولا. معكم مستر محمود العزبي، معلم خبير مادة الساينس. وحشتوني جدا دلوقتي لقائنا مع يونيت 2 في المنهج بتاعنا. يونيت 2 included two lessons. First one about electric lamps and second one about dangers of electricity and how to deal with it. يعني أخطار الكهرباء وإزاي نتعامل معها. الدرس الاول لذيذ جدا وسهل جدا، هنتكلم فيه عن الالكتريك لامبس. طبعا احنا عارفين ان عندنا two kinds of sources of lights، نوعين من مصادر الاضاءه. في عندنا natural sources و artificial sources. natural sources طبعا المين sources بتاعنا هو الصن، وفي حاجات تانية زي الستارز النجوم وغيرها. الانسان من وقت بعيد جدا لجأ للارتفيشال سورسز زي الفاير تورشز المشاعل، زي الكاندلز، زي الاويل لامز اللي هي مصابيح الزيت، كيروسين لامز مصابيح الجاز، من اجل طبعا ان هو يحصل على اللايت انرجي. لكن افتر invented electricity، بعد اختراع الكهرباء، الانسان طبعا ما تلقاش احسن من الالكتريك لامز، لان هي كونستنت سورس، مصدر ثابت. كمان له مميزات ان هو كلير وان هو فري فورم سموك، يعني خالي من الدخان وأدور والرائحه، وبيوفر لنا طبعا اضاءه كويسه. الدرس ده بنركز فيه على التايبز اوف لامبس اللي هي لايت بولب وفلوريسنت لامب. بنعرف الاستراكشر، التركيب، بنعرف الرسومات بتاعتهم، الدروب بنركز عليها جدا، بنعمل كومبير مقارنه ما بينهم. كمان بنتعلم مع بعض الكونكشن اوف لايت بولبس. عندنا تو ways اوف كونكشن اللي هي سيريس كونكشن، التوصيل على التوالي، وبارالل كونكشن. ايه رايكم؟ تعالوا نشوف الدرس مع بعض، وكمان ناخد الاسئله اللي عليه. طبعا احنا عارفين ان daylight not enough to people to do job in night. So a human search about different sources of light and uses in fire torches, المشاعل بتاعت النار، candles and kerosene lamp in past في الماضي. لكن طبعا الأحدث ثورة هو discover the electricity، اكتشاف الكهرباء. والالكتريك لامب طبعا هي الأشهر أو الـ popular source of light in our life. What is the main supply of electric lamp? It is a tool that converts electric energy to light energy. معناها هي الأداة التي تحول الطاقة الكهربية إلى طاقة ضوئية. نقولها مرة تانية. It is a tool that converts electric energy to light energy. زي ما احنا شايفين اهو، بنركز tool وهنا convert وهنا electric energy to light energy. electric current هو التيار الكهربي اللي طبعا لازم نتعرف عليه، لان هو اللي بيعمل الكلام دوت. is the flow of electric charges، هو طبعا تدفق لشحنات كهربية electrons through a material، خلال مادة conducting electricity، موصلة للتيار الكهربي. والelectric current هو اللي له الفضل في طبعا الإضاءة أو تشغيل الإلكتريك لامب. types of lamps، أنواع المصابيح الكهربية. first light bulbs، second fluorescent lamp. light bulb اللمبة العادية طبعا اللي احنا عارفينها كلنا اللي هي لها انتفاخ زجاجي اللمبة، والفلوريسنت لامب اللي هي اللمبة المطولة. هنتعرف طبعا على تركيبهم وعلى اشكالهم مع بعض. اول حاجه اللايت بولبس، they are the most popular source in houses, lighting houses. طبعا هي من اشهر المصادر للضوء في اضاءه المنازل، lighting houses. car lights المصابيح بتاعه السياره، and torch اللي هي مصابيح الجيب. هنتعرف مع بعض على الستراكشر الخاص باللايت بول. يا ترى التركيب بتاعها بتتكون من ايه اللمبه ديت؟
the flament. flament هي الفتيلة اللي هي مصدر الإضاءة واللي هي which is heated بتسخن when the electric current passing through it لما يمر فيها التيار الكهربي and gives out light وهي التي تشع الضوء. طب الفلمنت ديت الفتيلة ديت مصنوعة من ايه؟ تعال نشوف كده مع بعض. اولا الديفينيشن الخاص بها it is a coil. it is a coil يعني هي coiled thin wire يعني هو سلك رفيع ملفوف that is made of tungsten يصنع من مادة تسمى التنجستن المادة دي مهمة جدا المعدن دوت تمام connecting with متصلة ب copper and lead wires يعني محمولة على سلكين واحد أحدهما مصنوع من الكوبر النحاس and lead wires والآخر مصنوع من الرصاص ده بالنسبة للفلمنت اللي هي الفتيلة. في عندنا function of copper and lead wire يا ترى هي وظيفة السلكين اللي هم حاملين للفلمنت الفتيلة pass electric current from base of the light pole to tungsten filament يعني مرور التيار الكهربي من القاعدة الخاصة بالمصباح إلى الفلمنت إلى الفتيلة give reason the filament is made of tungsten ليه صنعت الفتيلة من التنجستن طبعا الإجابة because it has a high melting point التنجستن ده يا جماعة المعدن ده عنده high melting point يعني درجة انصهار عالية that prevent يعني تمنع the melting of filament at high temperature يعني تمنع انصهار الفتيلة عند درجة الحرارة العالية السؤال ده مهم جدا جدا في عندنا كمان glass bulb انتفاخ زجاجي الانتفاخ الزجاجي اللي بيضم الفلمنت والكبر and lead wires والحاجات دي كلها ايه مهمته او ايه وظيفته to avoid air from reaching the filament بيمنع دخول الهواء الى الفتيلة to protect it from burning احنا عارفين طبعا ان الاير الهواء موجود فيه اكسجين والاكسجين held in burning بيساعد على الاشتعال ف when filament heated up it will burning طب الانتفاخ طبعا بيكون مليء بحاجة instead of air بديلة عن الهواء وهي inert gases اللي هو argon gas تعال نشوف كده ال give reason الخاص بالargon gas give reason most of lamps contain inert gases تحتوي على inert gases instead of air بديلا عن الهواء وهو الأرجون طيب ده ليه بقى؟ إجابة to avoid burning of the filament طبعا لتجنب احتراق الفتيلة بنمنعها من الاحتراق أو بنحميها من الاحتراق when it heats up عندما يتم تسخينها and increase its lifetime ويزيد من عمرها الافتراضي نرجو مرة أخرى to avoid burning of filament تجنب احتراق الفتيلة and when it heats up عند تسخينها أو عندما تسخن and increase its lifetime ويزيد من العمر الاستخدام بتاعها base of light bulb القاعدة بتاعة المصباح برضو ليها function وكمان أنواع إيه هي؟ carried the lamp upright position بتحمل المصباح في وضع مقلوب and connects it with electric circuit وتقوم بتوصيله بالدائرة الكهربية دي الفانكشن الخاص بالbase of light bulb قاعدة المصباح عندنا نوعين من قاعدة المصباح spiral base اللي هي القاعدة الحلزونية و two side nails base القاعدة ذات المسمارين أولا تعال نتكلم عن spiral base that has a piece of lead يعني هي تحتوي على قطعة رصاص واحدة a piece of lead to connect lamp with electric circuit لتوصيل المصباح بالدائرة الكهربية نوع آخر two side nails base اللي هي ذات مسمارين من الجوانب has two pieces of lead تحتوي على قطعتين من الرصاص في نهاية القاعدة
to connect lamp with electric circuit لتوصيل المصباح بالدائرة الكهربية. تعال نشوف كده رسمة توضح لنا the structure of the bulb. وعلى فكرة بتيجي في الامتحان درو الرسم دوت ويقول لك label ويسألنا سؤال مثلا عن الفليمنت أو عن البيز أو عن الكبر أو ليد واير. تعال نشوف كده مع بعض. طبعا زي ما احنا شايفين كده عندنا هنا number 1 دوت الجلاس بولب اللي هو النتفاخ الزجاجي. هنا number 2 اللي هو الأرجون جاز. اوكي. number 3 اللي هي الفليمنت ديت اللي هي الثين واير كويلد. وعندنا كمان الكبر اند ليد اللي هما السكتين دول اللي هو دوت كبر اند ليد واير اللي بيقوموا بحمل الفليمنت والتنجستن. وهنا البيز اللي هي القاعده الخاصه بالمصباح ودول النوعين بتاعها دوت النوع الاول اللي هو السبايرال ودوت النوع الثاني اللي هو تو سايد نيلز بيز. تعالوا نشوف كده التركيب مع بعض. جلاس بول اللي هو النتفاخ الزجاجي اللي هو نمبر 1. عندنا ارجون جاز اللي هو فيلد ويز جلاس بول اللي هو نمبر 2. تنجستن فليمنت نمبر 3. كونتاكت واير اللي هي اسلاك التوصيل اللي هي الكوبر واير والليد واير اللي هي نمبر 4 اند نمبر 5. وعندنا بيز اوف لايت بول اللي هو القاعده الخاصه بالمصباح. قلنا في منها تو تايبس سبايرال and two side nails base. بكده نكون انتهينا من اللايت بول. ناخد بالنا من ان الرسمه ممكن تيجي لنا في الامتحان ونعمل ليبل وممكن يقول لنا مثلا سؤال give reason او function اللي هي mention the function of tungsten filament. اوكي. نقول مثلا طبعا it will heat up when electric current passes through it او convert electric energy into light energy. طبعا piece of lead اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي number 11 قلنا في السبايرال عندنا واحدة بس قطعة واحدة هي زي ما احنا شايفين لكن هنا هو بيكون في ال two nails في عندنا اثنين. second the fluorescent lamps اللي احنا يعني تجاريا او شائع يعني commercial كده بلك new بنسميها new lamps. طبعا ده تسميه خاطئه لان طبعا زي ما احنا هنعرف في التركيب الجلاس تيوب الانبوبه الزجاجيه doesn't contain neon gas but it contains argon gas like the light bulbs used in lighting houses office decorating commercial stores and commercial advertisements. يعني السنة في إضاءة المنازل والمكاتب تزيين المحال التجارية والإعلانات التجارية زمان طبعا المحلات كلها الإعلانات باللمض هم طبعا بيسموه لمض نيون هي طبعا خاطئة هي فلورسنت لامب وبتكون لها ألوان مختلفة. بالنسبة لي ده طبعا شكل ليها وهنتعرف على التركيب بتاعها. تعال كده قبل ما نروح نشوف التركيب نرجع تاني تعرف هنا في الرسمة عندنا هنا تو كونكت بوينت في احنا جايبين طبعا 1 تيب يعني نهايه واحده من النهايتين للفلورسنت لامب. في عندنا 2 كونكت بوينتس نقطتين للاتصال. في عندنا فليمنت فتيله. في عندنا طبعا من الداخل بيبقى في فوسفيريك ماتيريال كفر ذا اللي هي التيوب جلاس تيوب. شوف بقى كده التركيب مع بعض تاني. Number one, glass tube. It is a vacuumed يعني مفرغة and contain inert argon. هنا يا جماعة الغاز اللي موجود هنا عندنا هو مين؟ غاز الأرجون. غاز الإيه؟ الأرجون هو اللي موجود عندنا. Gas and a little amount of mercury vapor. في كمان معاه قليل من بخار الزئبق. معاه قليل من بخار الإيه؟ الزئبق. يبقى يحتوي على أرجون جاز وقليل من بخار الزئبق. And the inner tube surface والسطح الداخلي للأنبوبة الزجاجية is covered with a phosphoric material. نركز في ثلاث حاجات عندنا inert argon اللي هو inert gases وعندنا
little amount of mercury vapor قليل من بخار الزئبق ما كانش موجود معانا في اللايت بولب. وعندنا كفر كمان with phosphoric material بمادة فسفورية عشان تدينا الإضاءة البيضاء اللي احنا بنحبها. عندنا two filaments of tungsten هناك كان في واحدة at the two tips في النهايتين أو الأطراف of the lamp للمصباح. عندنا كمان two points of connection يعني في عند كل تب عند كل نهاية في نقطتين للاتصال. طب ايه فايدتهم؟ two points at each tip to connect fluorescent lamp to the electricity عشان توصل المصباح اللي هو مصباح نيون أو فلوريسنت بالتيار الكهربي. ده بالنسبة ده للتركيب glass tube two filaments of tungsten point of connection أو two points of connection in each tip. طيب كده بنكون انتهينا من المصابيح الكهربية وهنتعلم مع بعض حاجة تانية مهمة جدا هو ان احنا ازاي نوصل المصابيح الكهربية ديت ونتعرف على طرق توصيلها. بس قبل ما ناخد ما نقول طريقة التوصيل هنتعرف على الالكتريك سيركت الدائرة الكهربية. ما هي الدائرة الكهربية؟ definition بتاعها it is a closed and continuous path هي عبارة عن closed continuous path through which the electric current passing making a complete cycle. معناها ايه؟ it is a closed يعني مغلق and continuous مستمر path هي مسار مغلق ومستمر through which حيث ان electric current التيار الكهربي passes يمر making a complete cycle ويصنع دائرة مغلقة. ده definition خاص بالelectric circuit. أنا أتعرف على تركيبها. The electric circuit consists of three. Consists of إيه يا جماعة؟ بتتكون من إيه الإلكتريك سيركت بتاعتنا؟ في عندنا باتري، وفي عندنا لامب، وفي عندنا كمان إلكتريك واير. وعندنا باتري، وعندنا لامب، وعندنا إلكتريك واير، ثلاث حاجات. هم عندنا هنا هوت الباتري زي ما احنا شايفينها لها بوزيتيف ونيجيتيف بولز، وفي عندنا هنا هوت اللامب. في عندنا هنا الواير اللي هي سلك التوصيل، وفي عندنا هنا سويتش مفتاح للتحكم في الدائره. تعال نتعرف كده على دور كل حاجه. بالنسبه للباتري، الباتري ده عباره عن ايه يا جماعه؟ سورس اوف الكتريك كرنت هو مصدر التيار الكهربي. طيب اللامب يوزد تو انديكيت ذا باسنج ذا الكتريك كرنت يعني هي بتوضح لنا مرور التيار الكهربي من عدمه. الكتريك واير اسلاك التوصيل اللي هي كونكت باتري تو ذا لامب بتوصل المصباح للباتري. ده تركيب الالكتريك سيركت الدائره الكهربائيه. Methods to connect electric lamps ما هي طرق توصيل المصابيح الكهربائيه؟ عندنا series اللي هي التوالي و parallel اللي هو التوازي. series و parallel تعال نتعرف عليهم. First connecting the electric lamps in the electric circuit series connection. Series connection اللي هو التوصيل على التوالي. Series connection. فأنت هتعرف كده على الطريقة وكمان نشوف إيه هي الخصائص بتاعتها. بس نشوف كده مع بعض الرسم الأول إزاي إحنا بيتم التوصيل. زي ما إحنا شايفين هنا مصدر التيار الكهربي وهي البطارية بتاعتنا. وادي المصابيح. المصابيح زي ما تكون واقفة في طابور ورا بعض. تمام؟ one after one يعني after another واحد تلو الأخرى. تمام؟ طيب نعرف أو نعرف إيه هو الديفينيشن الخاص بالسيريس كونكشن. It is a way هي الطريقة. It is a way in which the light bulb are connecting one after another in one route يعني هي طريقة توصيل المصابيح واحدة تلو الأخرى في مسار واحد. يبقى الديفينيشن الخاص بال اللي هي السيريس كونكشن It is a way in which the light bulbs are connecting one after another in one route. توصيل الواحدة تلو الأخرى في مسار واحد. طيب في حاجتين عايزين نتكلم عنهم وهي تعتبر الـ properties of series connection. أول حاجة إيه اللي يحصل؟ What will happen if I increase the number of bulbs لما أزود عدد المصابيح؟ فبيقول هنا by increasing the number of light bulbs the lighting الإضاءة أو اللي هي light intensity شدة الإضاءة of the bulb decrease
مش بس لا يا جماعة decrease، واخد بالك احنا قلنا increasing number، كل ما نزود العدد شدة الإضاءة يحصل لها ايه؟ decrease. طبعا دوت اللي فوق دوت هو الديفينيشن، وده كده الديفينيشن. احنا ديت نمبر 1 في الخصائص. يبقى باي increasing the number of light poles the lighting or light intensity of the poles decrease، سوف تقل شدة الإضاءة. نمبر 2 tie and screwing، لما نعمل نزع يعني or turning or damage one pole the electric current doesn't flow، التيار الكهربي لن يمر. يعني لو واحدة من المصابيح مثلا دي كده screwing أو burned or damage، طبعا التيار الكهربي doesn't flow، لن يمر to the other lamp، وبالتالي it will turn off. هنا give reason when unscrewing one lamp from opposite figure، لو احنا نزعنا أحد المصابيح من الشكل اللي قدامنا ده the electric current doesn't flow، التيار الكهربي لن يمر. أقول له because there is one route for the electric current to pass، لأن هناك مسار واحد لمرور التيار الكهربي. كده يكون انتهينا من series connection. نروح على الطريقة الثانية وهي connecting in parallel، التوصيل على التوازي. هنشوف الطريقة الأول هي موجودة قدامنا. راح نخلنا ال parallel التوازي في الناس، شايفين هنا مع بعض المصابيح parallel يعني موازية لبعضها البعض. مبدئيا ال definition الخاص بي it is a way in which the pole، هنا طبعا ده definition، it is a way in which the pole are connecting in branching routes، هي طريقة توصيل المصابيح على تفرعات branching routes أو طرق متفرعة. طيب ايه الخصائص بتاعته؟ تعال نشوف كده ايه اللي بيحصل by increasing the number. هناك قلنا by increasing the number the light intensity decrease، هنا هنشوف مع بعض. هنا بيقول لي by a by increasing the number، لو زودنا العدد the light intensity remains as it is، يعني تبقى شدة الإضاءة ثابتة كما هي مهما زودنا العدد. Number 2 by unscrewing or damage or current one of lamp of electric current moves in other routes، التيار الكهربي هيمشي في المسارات الأخرى. يعني لو افترضنا إن احنا نزعنا مثلا ديت، لا التيار الكهربي مكمل معانا ورايح للمسار الفرعي ده ورايح للمسار الفرعي ده، وبالتالي ديت بتول هنا هتفضل مضاءة، وهنا برضو اللامب دي هتفضل مضاءة. يبقى by unscrewing one of lamps the electric current moves in the other routes and the other lamps in the circuit don't turn off، دي برضو من المميزات الخاصة بال parallel connection. سؤال جيفريز مهم جدا. All lamps in the house are connected in parallel with the main source of electricity، جميع مصابيح ال all machines and lamps، المصابيح والآلات في المنزل بتوصل على طريقة ال parallel connection، التوصيل على التوازي. الإجابة to avoid، لكي نتجنب to avoid of the rest of lamps when one lamp is turned off or broken، لكي نتجنب إطفاء اللمبات الأخرى عندما تحترق واحدة. To avoid tearing off، لكي نتجنب إطفاء the rest of lamps، باقي المصابيح، when one lamp، عندما تكون أحد المصابيح is turned off، يعني تطفأ or broken أو تنكسر أو تنحرق، حصل أي حاجة يعني. الباقي بيفضلوا مشغلين. طيب number 2 give reason أيضا. Decorative lamps، مصابيح الزينة أو الديكور which used in celebration، صنف الاحتفالات زي كده ما تجيب الزينة بتاعت رمضان كلها اللي هي المصابيح الصغيرة ديت، لو are connecting in a way، توصل على طريقة that ensure، لكي نكون متأكدين if one or more lamps are burned، أو لو واحدة أو أكثر من واحدة burned اتحرقت or broken the other lamps don't turn off، الباقية المصابيح الباقية لن تنطفئ. طبعا بيحصل معنا بالفعل. طب ليه بقى احنا الإجابة بتاعتنا because the lamps are because the lamps are connecting in parallel، لأنها بتكون متوصلة على طريقة التوازي، ده بيضمن لنا الكلام اللي احنا قلناه. أرجو إن تكونوا استفدتوا من الشرح، وتعالوا نشوف كده ونتعرف مع بعض على الأسئلة الموجودة على الدرس ده بتكون عاملة إزاي. Complete some of the types of electric lamp are، هنا بيسأل عن أنواع المصابيح، طبعا عندنا نوعين light bulbs fluorescent lamp.
Number two, the filament of the light bulb is made of المادة المصنوعة منها هي طبعا هي جماعة التنجستن. And that is because it has a high عندها يا جماعة high melting point. برافو عليكم. The light bulb consists of ايه أهم ثلاث حاجات في اللايت بولب؟ برافو عليكم. في عندنا الفلمنت، في عندنا الجلاس، وفي عندنا كمان البيز القاعدة والجلاس بولب والتنجستن فلمنت. Number D, the fluorescent lamp contains the inert. هو بقى الانرت، وهتقول لي النيون وتغلط، هو مش النيون، هو مين يا جماعة؟ الأرجون. أرجون جاز. هنا عندنا write scientific term for each of the following. Away، طالما قال لي away بقى serious or parallel. نتكلم عن دي أو دي. طب بيقول لي away in which the light bulb is connecting one after another. هم قال لي one after another، واحد تلو الآخر. بيأكد لي كمان in the light intensity of the bulb decrease with the increase. طالما قال لي هنا شدة الإضاءة decrease بتقل by increase the number، يبقى على طول يا جماعة series connection. Number P, means of converting the electric energy to lighting. طرق تحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة ضوئية. طبعا هي مين؟ اللامبس أو electric lamps. Electric lamps. Number C, the way. يبقى عايز طريقة تانية. The way where the bulbs are connecting by branching. أول ما أشوف على طول كلمة branching وأنا مغمض يبقى parallel. Branching routes يعني طرق متعرفة يعني متفرعة من غير حتى ما أكمل يبقى على طول parallel connection. دي بالنسبة لأسئلة الساينتيفيك تيرم. نيجي بقى للسؤال اللي احنا بنشوفه صعب. أنا بصراحة أنا بشوف وقتها من المهم فيه صعوبة، طالما أنا فاهم فأقدر أعبر بأي وسيلة كانت أو بأي طريقة تعجبني وأجاوب على السؤال. What happens if you make the filament of the light bulb from iron؟ لو اتصنعت الفتيلة من الحديد ايه اللي يحصل؟ تعال نشوف كده مع بعض. The filament melts at high temperature. سوف يعني تنصهر في مع درجات الحرارة العالية. So number two, there is air inside the light bulb. طبعا the filament turn when it heats up. الفتيلة سوف تحترق عندما تسخن. Number C, the light bulb in the house are connecting in series. طبعا لو واحدة series، لو واحدة صلها دامج او اتحرقت burned، الباقي هينطفئ. Lamp turn off when lamps جميع المصابيح turn off when lamp is damaged. لو احد المصابيح تم تدميره. Write scientific explanation يعني قول شرح علمي او give reason يعني. The filament of the light bulb made of tungsten. ليه مصنوع من التنجستن؟ طبعا لانه ان المادة دي it has high melting point we prevent it from melting with at high temperature. يبقى because it has high melting point to prevent it melting at high temperature. The glass bulb in light bulb filled with inert gas argon. ليه بيتملى بالارجون جاز؟ ليه ما حطناش الاير الهواء؟ طبعا هنا هو عشان to avoid burning off، لكن لتجنب احتراق filament and increase its lifetime، ونزيد من عمرها الافتراضي. Number C, there are two pieces of lead in the base of light bulb. في قطعتين من الرصاص في القاعدة بتاعة المصباح. طبعا ده عشان نعمل ايه؟ توصيل التيار الكهربي للتنجستن filament. To connect lamp with electric circuit، توصل المصباح بالتيار الكهربي وبالتالي توصل له التيار الكهربي. There are two points of connection at each tip of the fluorescent lamp. يوجد نقطتين للتوصيل في نهايتي أو الطرفي بتوع المصباح اللي هو الفلورسنت. طبعا برضو لتوصيل التيار الكهربي. To connect electricity. To connect electricity. Number E. The light bulbs are connecting in parallel in the house. ليه بيتم توصيل المصابيح اللي قلنا قبل كده بطريقة التوازي في المنزل. To avoid turn off all lamps، لكي نتجنب إطفاء جميع المصابيح when one lamp is damaged or unscrewing or burned. ولما واحدة فيهم يحصل لها إن هي تتحرق أو تتلف، لا باقي المصابيح شغالة معانا عادي، هنروح بس نغير اللي هي حصلت فيها المشكلة.
احبائي الطلبه، ارجو ان احنا نكون استفدنا من شرح الدرس بتاعنا كويس. في حاجات كده بنعمل عليها ستريس، خد بالك من الدروب، من الرسومات الخاصه باللايت بولب والفلورسنت لامب، لانها ممكن تجي لنا في الامتحان. الستراكشر، التركيب هنا وهنا، اسئله الجيف ريزون، اسئله الوات هابن اللي احنا ركزنا عليها في نهايه الدرس بتاعنا. كمان بنركز على البروبرتيز، الصفات او الخصائص الخاصه بكل من السيريز كونكشن والبارالل كونكشن. طبعا عرفنا ان في السيريز كونكشن by increasing the number of light bulbs the light intensity will decreases، اما في البارالل كونكشن by increasing the number of light bulbs the light intensity remains constant or remains as it، يعني بتبقى كما هي. كمان عرفنا ان احنا in houses في المنازل بتاعتنا machines and light bulbs او كل المصابيح بتاعتنا connecting in parallel، للمميزات اللي هي بتاعت البارالل. درس سهل وبسيط جدا، ارجو انكم استفدتوا من الشرح، وكمان تركزوا على الاسئله سواء كانت what happen او give reason. وميعادنا ان شاء الله مع lesson 2 in unit 2.